الرحمن الرحيم، نتحدث عن عملية ربط الهاتف مع هذه الطابعة، مع طابعة الـ HP الأوفيس جيت 4630 بشكل مباشر باستخدام الواي فاي دايركت. إذا ملاحظ هذه الطابعة فيها شيء اسمه وايرلس دايركت، ننزل على الوايرلس دايركت، نضغط مفتاح الأوكي. اوكي، الوايرلس دايركت اوف، نعمله اون. اون وذ سكيورتي اور اون وذاوت سكيورتي. اوكي، فا اون وذ سكيورتي مثلا، وذ سكيورتي بده يعطينا كود ندخله في التلفون. وايرلس ديتكتد او وايرلس دايركت اون الان، وفي باسورد للوايرلس. اوكي، هذه الباسورد بندخله، نروح على التلفون، نروح على الواي فاي. اوكي، اما نروح على الواي فاي دايركت، او اذا حصلنا الطابعة اوريدي موجودة، هي الطابعة الان في الواي فاي، نضغط عليها كليك. اوكي، ونعمل معها ايش، كونكت. اوكي، راح يطلب مني الباسورد اللي هو هذا الباسورد الموجود على الطابعة 331. طبعا انا كنت مدخل الباسورد، فاوريدي اعمل معها كونكت مباشرة. الان بقدر اطبع عليها اي حاجة من اي مكان، اوكي، او من خلال تطبيق ال HP. في عندي ال HP سمارت، بقدر اطبع عليها فوتو، بقدر اطبع عليها اي حاجة او من اي مكان في الكمبيوتر، مش شرط من نفس التطبيق. لو رحنا على الجاليري بقدر اطبع عليها اي حاجة، من الكاميرا، من السكرين شوت، اي ورقة بقدر اطبعها. اوكي، هاي لو بدي اطبع هذه الورقة، كل ما علي اقول له الان برنت، ونحدد شو الطابعة، هذه الطابعة الموجودة عندي. اوكي، بضغط مفتاح برنت فقط، بضغط مفتاح برنت. طبعا في عندي البيبر سايز، عندي الاورينتيشن، عندي عدد البيجز، اذا بدي كلهم بدي اطبعهم او كذا، يعني خيارات عادية جدا. نفس الشيء من اللابتوب، لو رحنا على الواي فاي في اللابتوب بنحصل انها الطابعة موجودة، نعمل معها كونكت. طبعا بطلب الباسورد، اذا بنلاحظ الباسورد هون ما دخلناه قبل، مجرد ما ندخله مرة خلاص 3 3 1 4 8 8 1 3، نقول له كونكت. بنلاحظ انه عمل كونكشن او كونكتد مع الطابعة. طبعا لو بدي اطبع من اللابتوب لازم اكون اول شي منزل السي دي. اوكي، اكون منزل السي دي على الجهاز، اقول له هذه وايرلس. طبعا اثناء الخطوات اقول له وايرلس، مو هو USB، اقول له وايرلس الطابعة، وراح يتم عملية الطباعة بكل سهولة لأي ورقة من أي برنامج إذا كانت الطابعة عندي معرفة. ممكن نعرفها من خلال السي دي أو ننزل البرنامج من خلال موقع الـ HP. تقريبا هذه ملخص الخطوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.